اشتري العاب بسعر جدا رخيص وباقل من نص سعرها الاصلي وعلى جميع منصات بلاي ستيشن اكس بوكس والبي سي من g2a.com. لينك الشراء بالوصف. السلام عليكم، حلو شباب، معكم شركيال وشركة كيل، ونجاب لكم فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم يا شباب هو الشرح عن شخصيات شادو اوف ايفل بالتفصيل. طبعا مثل ما شفتوا من شوي الكومنتات، هذول الناس يطلبوا مني اني انزل شرح عن شخصيات شادو اوف ايفل بالفيديو مو الاخير، اللي قبل الاخير. عدد كبير جدا طلب مني اني اسوي شرح. انا سألت بالفيديو اذا بدكم شرح ولا لا، وعدد كبير طلب اني اسوي شرح. فمن عيوني هالفيديو اليوم يا شباب فيديو الشرح عن شخصيات شادو اوف ايفل، الممثلين اللي سووا اصواتهم، هم شخصيات اشرار، ليش اشرار، شو يعني كل شخصية منهم سوت، وزائد خاصياتهم، اذا في خاصيات ذكر الفيديو، اذا في خاصيات راح تشوفوا خاصية كل شخصية منهم. فبس اتمنى تنبسطوا بالفيديو، ويلا اخليكم مع الفيديو. طيب يا شباب، ونبدأ مع اول شخصية، شخصية البنت اللي هي جيسيكا مثل مشايفينها. طبعا اول شيء قبل ما نحكي عن هالشخصية، هالشخصية يعني اللي ادى صوتها واللي سووها على شكلها، ويعني اللي مسوي دورها بشكل كلي، هي الممثلة اللي اسمها هيذر جرام. على ما اظن حاطكم صورة الممثلة الاصلية، فيكم تشوفوا ان هي بالضبط يعني، بس يعني هي الحقيقية وهي في اللعبة. طيب طبعا هالشخصية شو كانت تسوي؟ هالشخصية جيسيكا هي اول شيء راقصة بالكلوبات والبارات الليلية ومن هالكلام. مو بس انه رائصة، يعني ان اتركم انه كل شخصية شريرة، وكل شخصية في شيء، فهم ما حطوها يعني رائصة شريرة، يعني هم عندهم شيء راقصة او كلوبات ليلية الشيء يعني عادي عندهم في امريكا وهيك. بس شو جيسيكا كانت انه مثلا اذا بدها شيء من شخص معين، انه يعني تحتك معاه بعدين تسوي علاقة معه وبس تخلص وتلاقوا يعني دي تحصل على البداية وخلاص، يعني تاخذ البداية منه تقتله مشان ما تخلي اي دليل او ما يرجع لها او شيء. فيعني مثل ما شايفين هالفيديو هلا، شفتوه من شوي اللي هتشوفوه هلا، انه حطوا لها بالفيديو انه كيف يعني بعد ما تخلص علاقه مع واحد مثل شو اسمه تكلبش ايده او تربط ايده مع التخت وبعدين تجيب المقص وتقتله يعني بكل بساطه. وعلى موضوع الخاصيات، اذا كان في خاصيات لكل شخصيه مثل ما تقولكم من شوي، اذا كان في خاصيات على ما اظن هي خاصيتها مثل الفيديو راح تشوفوه هلا، اللي هي انه معها مثل توماهوك، هات ترميه ويرجع له وتخبط فيه الارض، نفس التايتن في ديستني، نفس الخاصيه السبيشالس اللي ببلاك اوب 3، وتعمل ستان للزومبي تجمدهم او احيانا تقتلهم كمان. طيب والشخصيه الثانيه عندنا فينست اللي هو الشرطي. طبعا فينست قبل ما احكي عنه، اللي بيسوي شخصيته الممثل نيل ماكدونا، راح تلكم صورة الممثل حاليا مثل ما شايفينه. طبعا باللعبة ما لقيت له صورة واضحة، يعني كل الصور اللي حاطين له اياها يعني قاعد ماسك مسدس او شيء، فما في صورة لوجهه صورة واضحة يعني. طيب طبعا فينس مثل ما قلت لكم الشخصيات كلها اشرار، ففينس هو شرطي، بس هو شرطي سيء، شرطي فاسد يعني. هذا نوع من الشرطة اللي مثلا يطلب من العالم فلوس ويهددهم، والناس بريئين يعني، واذا ما سمعوا كلامه او بلغوا عنه او شيء يقتلهم. ف يعني بسرق اموال العالم مثل الشرطي السيء، مثل بحطوها عاده بالافلام، مثل في نوع من الشرطه يروحوا لمحلات لو منهم فلوس، واذا ما اعطوهم فلوس مثل اللي لزقوا تهمه فيهم. فهذا النوع فهذا الشرطي هو من هالانواع، من انواع الشرطه السيئين. فهذا هو الشرطي. وطبعا اذا بالنسبه للخاصيات، اذا كان في خاصيات مثل ما قلت لكم، هذا خاصيته مثل ما شايفين هي سيف، اللي يكون معه سيف الساموراي، وهالسيف شكله جدا خرافي كيف يقتل فيهم الزومبي. لكن في خاصيات تكون هالخاصيه نقدر نلعب فيها بالزومبي، ما تكون من النوع العلكه، هي تكون لا خاصيه لهالشخصيه بس. فصير شيء حلو انه قبل الجيم كل واحد يعني يختار شخصيه يحب خاصيتها. والشخصية الثالثة والشخصية قبل الأخيرة، شخصية الملاكم أو المصارع، اللي اسم الشخصية هو كامبل. طبعا الشخصية يؤدي دورها اللي هو الممثل على ما أظن أكثر واحد معروف منهم اللي هو ران بيرلمان أيوه بالضبط، مثل ما شايفين صوت الممثل قدامكم حاليا. طيب هذا
هاي الشخصية ليش شريرة أو ليش ما هي كويسة؟ طبعا هو شخصية ملاكم، ملاكم عادي يعني، ملاكم في المصارعات، يطلع مصارعات مشهورة يعني بتحديات مشهورة. طيب هذا المصارع ما كان ينوي إنه يفوز بس، كان ينوي إنه يضر المنافسة، ويعني فعلا فعلا يسبب له يعني ضرر رهيب وأحيانا يقتله كمان. فهذا المصارع مثل ما شايفين انه بيحط نكل اللي ما يعرف هي مثل قبضة حديدية تحطها حولين ايدك، فيصير البوكس اللي تعطيه جدا قوي، واحيانا يقتل هالبوكس من كتر القوي لانه مثل صار عندك مثل حديد وهيك بيجي مثل شكل مبوز في ايده. فهذا المصارع كان يحط نكل تحت القفازات على قبل ما يروح على اي مصارعه، وكان يعني اي حد يجي منافسه يعني يمحي يعني ضرب قوي 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 جدا، انه هاد ضربه النكل مفعولها جدا قوي، وكانوا الناس فكروا انه قبضته القويه يعني، بس هو لا كان يعني غشاش ويحط يلبس النكل تحت القفازات. فهالشخصيه يعني ليش هذا سبب انه هالشخصيه شريره، انه شخصيه مو شر يعني نقدر تحكي شخصيه غشاشه. وإذا كان في خاصية لهالشخصية، طبعا خاصية معروفة اللي هي البوكس، مثل شايفين البوكس يكون خرافي ويكون عند النكل. إذا كان في خاصية فالنكل على ما أظن رح تكون هي الخاصية الخرافية يعني لهالشخصية، يكون يعني بوكس قوي ما وصلنا راوند عالي يقتل من ضربة واحدة. طيب والشخصية فينا نقول الأخيرة ومو الأخيرة، الحين تعرفوا ليش هالشخصية هي أهم شخصية بين كل الشخصيات، راح تعرفوا ليش كمان. طبعا الشخصية هي شخصية نيرو. شخصية نيرو قبل ما احكي عنها اي شيء، اسم الممثل اللي سوى الشخصية واللي شايفين صورته قدامكم راح تطلع هلا، هو الممثل جيف جولدبلم. طيب ليش الشخصية هي اهم واحدة منهم؟ هالشخصية هي شخصية الساحر، او شخصية مو فينا نحكي الساحر، شخصية المشعوذ او من هالكلام. فهالشخصية مثل العراق لها علاقة بالسحر والشعوذ ومن هالكلام والجن ومن هالكلام. فهالشخصية شو كان الشيء الشرير اللي سوي؟ طبعا يعني شيء خلاص يعني بدون ما يكون في اي شيء شرير نحكيه هو مشعوذ وساحر، فنعرف انه يعني ما هو شخصية منيحة لا، بس كمان كان يسوي شيء. نيرو الساحر نيرو كان اول شيء يقتل مساعدي معه اللي بنفسه معه السحر، مثل يربطهم لهم بدي اجرب عليكم مثل انواع السحر هاي اللي مثل يرمي سكينه وتجي على التفاح فوق راسهم، بس لا كان يقتلهم. وكان انه يجرب اشياء من نوع من السحر وقتل وهيك كله على مساعدي، وكان يقتلهم بالفعل. طيب ليش الشخصيه هو اهم واحد؟ الحين ما ظنكم محتار. طيب هو شخصيه مشعوذ او ساحر، مثل ما شفنا بالدعاية، مثل ما شفنا اللقطة قدامكم، في مثل على الأرض مثل نجمة خماسية ومثل يعني مرسومة بالدم، ومثل يطلع كتاب، هالكتاب يتحول لإنسان وينفجر يصير كله أعضاء ودم ويرجع يدخل جوا البوكس. فيعني هذا الشيء يعني أكيد شيء غريب، أكيد شيء شعوذ، أكيد شيء سحر. فهي أول دليل إنه يعني هذا هيكون إله دخل بهالشيء. ثاني شيء، كول اوف ديوتي على سناب شات صوروا ثلاث بوسترات فيهم الناس بامريكا ممكن يعملوا بري اوردر او يشتروها من اماكن معينه ياخذوا هالبوسترات. اول بوستر مثل ما شايفين بوستر عادي جدا، بس حاطين الشخصيات كلهم، وشخصيه نيرو هو اللي بالنص، هو اللي شخصيه اكبر شيء منهم. فهذا اول دليل انه عاده يعني هم يحطوا اكبر شخصيه، او يعني الشخصيه اللي لها اكثر شيء دخل يحطوها في النص. فمثل ما شايفين شخصيه نيرو هي اللي بالنص. والبوستر الثاني مثل ما شايفين كمان لنيرو، يعني هاي بوسترين لنيرو كاتبين he will protect your future Nero knows all، ومثل صورة في شيطان قاعد يكلمه بإذنا. طبعا he will protect your future معناته هو راح يتنبأ بمستقبلك. فهذا البوستر الثاني لنيرو، ويعني هو راح يعرف مستقبلك من يعني مثل هو ساحر من هالكلام. والبوستر الثالث اللي حطوه كمان لنيرو، ما حطوا بوسترات للشخصيات الباقية، هي البوستر الثالث كمان لنيرو حاطين ثلاث اوراق شدة مثل ما شايفين، وكاتبين نيرو will award a million dollar to the man who can unravel the mystery of his greatest illusion. المعنى انه نيرو راح يعطي مليون دولار لاي شخص اللي راح يقدر يفك غموضه، او يفك راح يفك الجسمه اي الغموض اللي راح يفك الغموضه او السحر اللي يسويه او من هالكلام. فهي ثلاث دلائل انه ليش
منين راح يكون هو الشخصية الأساسية. أول شيء مثل ما قلت لكم هو المشعوذ أو الساحر منهم. ثاني شيء عليه شفنا مثل المقطع من شوي هذا اللي انفجر وصار دم ومن هالكلام. ثالث شيء إنه ثلاث بوسترات، لا عفوا بوستر هو الرئيسي فيهم مش اللي بالنص محطوط، وبوسترين كاملين لهالشخصية بس وما عملوا أي بوسترات لأي شخصية ثانية. فعلى ما أظن مثل الشخصيات القديمة اللي عرفناها ببلاك أوبس 2 اللي هي شخصية تبع ترانزيت وماب بيريد وديريس، راح يكون مثل هو الأساسي اللي هو مثل شو اسمه ذاك أبو نظارة اللي يقدر يتواصل مع الكتوفن، نسيت اسمه بالضبط. فعلى ما أظن هو نفس الشيء، ما ممكن يتواصل مع الكتوفن، ما فيني أحكي أي شيء حاليا لأنه لسه ما عرفنا شيء عن القصة أبدا يعني. بس الكل نعرف حاليا أنه هو من الشخصيات الرئيسية، أو مو هو الشخصية الرئيسية بينهم. وبالنسبة للخاصيات، على ما أظن خاصية هالشخصية مثل أنه يرمي سكاكين وتنفجر أو من هالشيء مثل ما شفنا بالدعاية، بس هي كلها يعني ما في شيء أكيد، كلها مجرد توقعات. طيب يا شباب، أنتم قلت لكم من شوي أنه هالشخصية مو الأخيرة، في شخصية كمان. طب الحين راح تحكوا لي كيف شخصية، هم المعروفين كل زون بأربع شخصيات، صحيح أربع شخصيات ما راح يكونوا خمسة، بس في شخصية اللي هي ما نعرف عنها شيء. كلنا نعرف أن اسم الشخصية The Shadow Man، واللي يسوي صوتها الشخصية هو الممثل شايفين صوتها حاليا قدامكم، روبرت بيكاردو على ما أظن. طبعا وين عرفنا هالشخصية؟ بمعرض كوميك كون اللي صار بأمريكا لما تبع بلاك أوبس 3 زومبيز حطوا هالشخصيات، وحطوا آخر شيء اللي هو روبرت بيكاردو فاللي هو دي شادو مان. وكمان بالبوستر اللي ورجتكم اياه من شوي اللي حطه حاليا، اتركم شخصية نيرو هو الأساسية بالنص، بتلاقوا رح تلاقوا فوق بالضبط في شخصية سودة مو مبين منها شيء غير انه واحد لابس طاقية وكله اسود باسود. فعلى ما اظن هالشخصية ما هتكون شيء نشوفه باللعبة، ما يكون مثل يعني انسان او شيء نشوفه باللعبة، هتكون مثل الروح على ما اظن تتواصل معانا وتخلينا نسوي الغاز وهيك، نفس الحال مع ركتوفن ببلاك اوبس 2 على ما اظن مجرد توقعات. وهيك على ما اظن هي شخصية يعني هي اهم شيء هتكون، هي الاساسية، هي اللي يعرف على ما اظن مصير الشخصيات الاربعة او يعرفهم الشخصيات الاربعة وشو سووا، وهو اللي يعني مثل حطهم بهالمكان ليعاقبوا. ما قلنا هالكلام، هاي كلها توقعات، بس اني شفت كثير كومنتاتر اجانب حللوا نفس التحليل هذا، فتخليني اعطيكم فكرة عن الموضوع. و The Shadow Man راح يكون له دور كبير مع نيرو اللي هو الساحر، طبعا مجرد توقع لان نيرو هو ساحر ومشعوذ من هالكلام، و The Shadow Man هو مثل الروح بهالخريطة لا دخل بحال الغاز. فعلى ما اظن شخصية نيرو ليش حطوها اساسية، لان على ما اظن تتواصل مع هالشخصية اللي هي The Shadow Man. مجرد توقعات، ما في شيء اكيد بالنسبة للشخصية اللي حاليا ما نعرف شيء عنها، يعني كل الكلام تلكم عليه مجرد توقعات عن شخصية The Shadow Man. إذا حد عنكم يعرف أي شيء عنه أو يتوقع يكتب لنا تحت في الكومنت. فبس يا شباب، هالفيديو اليوم أتمنى يكون نال على رضاكم. في الآخر فيديو الكل طلب مني، الكل طلب مني أسوي شرح عن شخصيات، وهذا سويت الشرح. أتمنى يكون فيديو عجبكم لأن صراحة تعبت عليه. وبس لهون ننهي الفيديو لأنه وصل 13 دقيقة، ولو طول أكثر من هيك أدري ما حد رح يشوفه. فأتمنى تدعموا الفيديو بزر اللايك، هي أنتوا الكل طلبني اني اسوي هالفيديو وسويت لكم، فانا اطلبكم الكل يعمل الفيديو بزر اللايك واكتبوا كومنت على شو رايكم بهالشخصيات وهل عجبتكم، وفيفورت على المقطع اذا عجبك مره، وانشرها لاصحابك اذا حد اذا عندك يعني عندك صاحب جد محب الزومبي مثلك وتبي تعرف انت يعني عرفت المعلومات عن الشخصيات وتبي هو يعرف كمان، بعت له الفيديو ممكن تستفيد تعرفوا تحكوا مع بعض عن الزومبي بعدين. هو بس كان معكم شركيه لبشركيكه، اشوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.